وكمان تتناسى اللي كتبته. الحلقة الماضية ناقشنا حاجة للناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود معروف، وهو بيقول بيتذكر عن مباراة، طبعا كان السياق محاولة تشويه بطولات الأهلي، لأنه الأهلي حاصل له ده كله والزمالك بيتساند بالمساندات اللي أنتوا شايفينها، وفي الآخر أصله الأهلي نادي الدولة ما علينا. الأستاذ محمود معروف كان قال إنه سنة 84 لما الأهلي خد بطولة أفريقيا وخرج المقاولين، عشان اللي ما شفناش الحلقة اللي فاتت يبقى فاهم القصة إيه بالظبط، قال إنه ساعتها المقاولين هيلعب مع الأهلي مباراتين، فالمباراتين هيتلعبوا في القاهرة. فبيقول صلاح بيحة صاب الله كان رئيس النادي وقتها الله يرحمه، وقلت لكم ما تصدقوش أي حد يستشهد بالأموات، على طول لازم أن تتشككوا في روايته إلى أن يثبت دليل مادي أو نقلي. إذا كان مع كلامك مستند قدمه، لكن غير كده ده باب الشيطان مفتوح. قال إن صلاح بيه حسب الله قال لي أسكت، جات لي تعليمات الأهلي اتعادل هو والمقاولين الماتش الأولاني 0-0 وتعادلوا في الماتش الثاني 1-1، فصلاح حسب الله قال له جات لي تعليمات اعتبروا المباراة الأولى هي مباراة الأهلي والمباراة الثانية مباراتكم أنتوا، عشان الأهلي يستفيد من قاعدة الجون بجونين بره أرضه فيصعد وأنتوا تخرجوا. فبيقول طبعا أنا نفذت التعليمات وما كانش أقدر أتكلم. رواية اللي يسمعها يعرف إنه زمن الكوميديا في مصر ما انتهاش، وإنه اللي قالوا إن في أزمة كوميديا في السوق المصري ما كانوش صح، لانه مفيش حاجه تضحك اكتر من كده. لكن الشباب الصغير اللي ما عاش حتى فتره هذه المباراه او اللي ما ياخدش باله من طبيعه الكلام لازم يفهم انه قدام واحده من افضل واحلى لقطات الكوميديا، لانه اولا التعليمات كما لو كانت تعليمات حكوميه. طب يا مولانا المباراه في بطوله افريقيا اللي بيحكمها الاتحاد الافريقي، الحكومه المصريه مالها؟ دي واحدة. الحاجة التانية سبتوهم يلعبوا الماتشين من غير ما حد ينظم المباراة، يعني ما تعرفش مين اللي نظم المباراة الأولى ومين اللي تكفل بكل مصاريف المباراة الأولى ومين نظم المباراة التانية. الحلقة الماضية جبنا ما نشر في الأهرام يوم المباراة في التقديم اللي كاتبه الأستاذ إسماعيل البقر عليه رحمة الله، وقايل ان المباراه الاولى مباراه ملعب الاهلي والمباراه الثانيه ملعب المقاولين، وقايل ان الاهلي في المباراه الثانيه يكفيه التعادل باي نتيجه غير 0-0 1-1 يصعد. ده جبناه ما نشر في الاهرام كدليل مادي، بس كان الادهى والاصعب منه روايه الكابتن سعيد الشيشيني كابتن المقاولين في هذه المباراه، لما جبناه على التليفون والراجل استغرب واندهش قال لك ايه يا جماعه في ايه وازاي ده ممكن يحصل؟ لا احنا بنلعب وعارفين ان المباراة الاولى مباراة الاهلي والمباراة التانية مباراتنا. انتوا عارفين طبعا الاتحاد الافريقي لما بيعمل قرعة بتبقى متحددة المسار بتاعها، الفائز من مباراة 5 مع الفائز من مباراة 6، المباراة الاولى في ملعب الفائز من 6 وفي الملعب التانية العودة، ده بيبقى رقميا القرعة معمولة، والاستاذ محمود معروف مؤكد انه عارف كده. ده كان بيحضر القرعات كلها. بالظبط. لكن هي الغرض في الكذب على الناس، الغرض في تشويه بطولات الأهلي، الغرض في تسميم الأجيال، والغرض في تدعيم الصورة الزيفة اللي الناس عايشة عليها ورا مصانع الشماعات مش الكراسي. المهندس عدلي وقتها أو في الحلقة الماضية الحس الصحفي بتاعه نشط فجأة، فطلب أنا حييته عليه في الفاصل، قال أما لو الإعداد يجيب لنا، هو سنة 84 الأستاذ محمود معروف ده نفسه كتب إيه عن المباراة دي؟ ما هو إذا كنت ما قريتش للأستاذ إسماعيل البقري، وإذا كنت عايز تستخدم اسم صلاح حسب الله رئيس النادي عليه رحمة الله وهو في الدار الأخيرة ظلما وبهتانا وعدوانا، وإذا كنت شايف إن الكذب على الأجيال الجديدة هدفها تشويه صورة الأهلي، طب ما إحنا نرجع للي أنت كتبته وكان مطلب هايل. فريق الاعداد وله التحيه ما كدبش خبر، قال للاستاذ محمود معروف ان كنت نسيت اللي جرى
هاتوا الدفاتر تتقرا، فرجعوا للارشيف بتاع الجمهوريه لقوا المباراه يا ولداه بقلم محمود معروف، هو اللي كاتب بنفسه، هو اللي كاتب هذه المباراه اللي انتوا شايفينها قدام عينيكم بنفسه. مبروك الاهلي في نهائي افريقيا، المقاولين تعادل 1-1 وخرج بشرف. هقرا لكم من هنا، ده في الجمهوريه 29 اكتوبر 84. احنا بنحاول نقول لكل واحد بيحاول تضليل الاجيال وتشويه صوره الاهلي وبطولاته، اختشي مش هتقدر. احنا هنلاحق كل كذاب، كل واحد بيحاول يضلل الحقيقه او يشوه صوره او يطمس جهود ناس. ما هي المباراه دي الاهلي في ناس شاركت وناس تعبت حققت انجاز، لما تيجي بعد 30 سنه تقول لي لا ده كان كذا وقالوا لهم ماشي ماشي واكسب، لا احنا كده مش بنزيف، احنا بنهدر حقوق ناس. كتب الاستاذ محمود معروف في الجمهورية في 29 أكتوبر 84: مبروك لمصر، كان أمس عيدا رياضيا انتهى بصعود النادي الأهلي إلى نهائي كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ليلتقي مع نادي أهلي طرابلس بطل ليبيا في نوفمبر القادم، ومبروك للمقاولون العرب حامل كأس إفريقيا عامين على روحه القتالية واستبساله، ويكفيه فخرا أنه لم يهزم في مباراتي الدور قبل النهائي. طب ليه بقى؟ هي هل خروجه كان بالتعليمات الحكوميه اللي جت زي ما انت بتقول النهارده؟ لا، هو اللي كتب بخط ايده ساعتها: بل كان خروجه امس بنسبه الاهداف بعد انتهاء المباراه الثانيه مع الاهلي بالتعادل 1-1، وكان اللقاء الاول بينهما قد انتهى بالتعادل، لذا وحسب التعليمات بقى، حسب التعليمات اللي النهارده بيكذب بيها، لا قال ساعتها: لذا وحسب اللائحة الأفريقية احتسب هدف الأهلي بهدفين. ده كلام الأستاذ محمود، وساد المباراة التوتر نتيجة الحساسية الزائدة. المهم ده كله، لكن هو متفاصيل حلف المباراة. كم يمين بقى؟ شوفوا امبارح المرة اللي فاتت كام يقول له والله العظيم زي ما بقول لك كده، أو والله لا العظيم لا زي ما بقول لك. يا سلام، أنت فكرتني مش عارف بإيه. يا خبر أبيع على اللي الأهلي بيتعرض له. ده احنا عندنا مهمة والله صعبة يا أستاذ إبراهيم، احنا هنفضل نرد على الناس اللي بتنكش في التاريخ ده. ده احنا عايزين من ولادنا الأجيال القادمة يعرفوا تاريخ ناديهم كويس قوي، لأن محدش يعني هيقدر يدافع عن تاريخ الأهلي إلا جماهيره وولاده. صحيح. هتجدوا مزيدا من الزيف والكذب في هذا الأمر.